الغربال لماذا هو مختلف؟ هو الاهلي مختلف كده ليه؟ فاكرين الحلقه الماضيه جبنا لكم ردات الفعل العالميه على تتويج الاهلي باللقب الاكثر تتويجا في الشرق الاوسط بالبطولات ونادي القرن الجديد. الاهلي مش مشغول بالماضي، الاهلي بنى الماضي وبنى المجد وخد نادي القرن في افريقيا، لكنه شغال في الحاضر، شغال في ترتيبات المستقبل. 20 سنة فاتت من القرن الجديد، الأهلي نادي القرن وفقا لكل القياسات اللي تمت حتى الآن ووفقا لعدد البطولات وكل المعايير، سواء في النقاط والحسابات الاتحاد الأفريقي بنفس المعايير بتاعت القرن الماضي أو بعدد البطولات اللي جايزة جلوب سكر ادت للنادي الأهلي هذه القيمة أفريقيا وفي الشرق الأوسط. ليه الأهلي مختلف؟ حبينا نشوف زاوية من بره. احنا هنا كله حاسس قيمة الاهلي وكله عايش قيمة الاهلي وكله فرحان بالنادي الاهلي، طب هو الاهلي ده انت تراه مختلف ليه؟ انا عدلي؟ اه لا انا اتربيت وعرفت اسباب اختلاف. عارف اسباب اختلاف طبعا. طب انت يعني لما اللي كانت بتلخصها الاهلي فوق جميع مصالحنا، فوق كل مصالح ولادي، ما فيش حد يقول انا عملت، الاهلي هو اللي عمل، التيم وورك والعمل، وما حدش يقول انا عملت ولا دي كانت فكرتي. مفيش الكلام ده. مجلس اداره ممنوع انك تكتب وتقول فكره فلان او اقترح علان او وافق فلان او اعترض، مفيش الكلام ده. التيم وورك، الفريق، النجم هو الفريق. بس طيب الاستاذ الدكتور عادل علي عمر ده راجل يمني، عرضنا لكم وجهه نظره قبل كده، لكن الراجل حب يكتب لملك وكتابه خصيصا رؤيه ليه الاهلي مختلف، ليه الاخرون شايفين الاهلي مختلف، الاشقاء العرب ومحب النادي الاهلي في كل مكان بره حدود مصر شايفين زاويه التميز فين بالظبط. فكتب بيقول: منذ قرن وعقدين من الزمان ومع اطلاله كل فجر جديد ما زال وسيظل السؤال الابدي يتدفق كتدفق مياه النيل، ويتسع اتساع البحر الأبيض المتوسط ويقترب رويدا رويدا من نجوم السماء، وكاد أو يكاد أن يملأ الكون شغفا لا ينتهي وعشقا لا يتوقف، وجماهيرية تتعاظم وتاريخا يتجدد وجغرافيا تتمدد، وكذلك حسد قد لا ينتهي. لماذا الأهلي نجم شباك الرياضة المصرية بلا منازع؟ لماذا الأهلي نادي القرن الأفريقي بلا منازع؟ لماذا الأهلي يعلم أندية العالم كيف تغزل من أصالة وثوابت ماضيها كبرياء حاضرها ومجدها المضارع؟ ولماذا الأهلي مؤخرا وتحديدا في 27/12/2020 فاز بجائزة نادي القرن ال21 أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في منطقة الشرق الأوسط؟ وفي المجمل ودون الخوض في التفاصيل الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة إلا بمجهر إدارة الأهلي الإلكتروني، فإن السؤال المتشعب وطنيا ورياضيا والثابت قيما ومبادئا والمتجدد تطويرا وفروعا والمتزايد جماهيريا وأعضاء والمتنقل محليا وعربيا وإقليميا والمستوطن في قلب كل محب والمحفور في ذاكرة كل جيل والمتوارث في وصية كل عضو والمنطقي في عين كل محايد والصعب في نظر كل منافس والمستحيل في إجابة كل حاسد والمتمثل في كل ما سبق، لماذا الأهلي الأول؟ هو بيسرد بعد كده أسباب بعضها يخص الجمهور. بقولك تأتي الإجابة عليه ببساطة في ثلاث نقاط موجزة تستحضر أحداث وعوامل. أولا جماهير وأعضاء ومحب الأهلي داخل مصر وخارجها والذين يتزايدون كما يتزايد تعداد العالم. يعني هو يعني علق لي على كل نقطة. هو يتحدث عن جماهيرية الأهلي وأعضاء. طبعا جماهيره ده النقطة. تعودت على الصح والغلط. لدرجة انها بتضغط على الاهلي نفسه بهذه الثوابت. يعني بيجي لها وقت اصل احنا ما بدأنا ما بتقولش اصل احنا قيمنا، هي بتتوقع النادي الاهلي ده ما لا يعني ما ينفعش يتعمل فيه حاجة غلط. بس هي المشكلة ان عندما يصبح الامر نسبي كل واحد يرى الصح والخطأ من زاويته. فاحنا عايزين نأصل الموضوع، انا صاحب القرار واللي عايش في السيد ده فهو اللي عارف الطريق الصح وطريق غلط وطريقة السواقة الصح وطريقة السواقة الغلط ونحاسبه على أدائه. يعني دي الجماهير. طيب التاريخ، الدكتور عادل علي عمر اللي هو الأستاذ بجامعة زمار اليمنية، الجماهير والبطولة. النقطة المهمة جدا اللي المهندس عادلي أشار ليها دلوقتي يراها الدكتور
تاريخ الأهلي منذ نشأته في السابع، يعني هو يرى أن تاريخ الأهلي بهذه القيمة الحاضرة جدا بيمثل داعم قوي لحاضر الأهلي. ليه بقى؟ أيوة مفيش تناقض. مش هتلاقي فترة كان بيتعمل فيها كذا دلوقتي بيتعمل حاجة تانية. أيوة مفيش تناقض، بيقود هذا التاريخ الحاضر الثوابت. وبيقود الحاضر التاريخ. أيوة الثوابت. إذن أنت مش ماشي عشوائي، أنت متربي صح. أيوة أنت في العيلة اللي معلمك الصح والغلط. إنك يعمل كذا، إنك ما يصحش تاخد حاجة مش من حقك، إنك أنت لازم تحترم المنافس، إنك أنت لا تخطر عند الفوز ولا تنكسر عند الإخفاق. أيوة أنت 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 متربي عارف يعني إيه رياضة. أيوة وعارف يعني إيه الصح والغلط، وعارف إن المبدأ أهم من النتيجة. كل الحاجات دي يا أستاذ إبراهيم ما هياش لبانة بتتندغ وتترمي لما سكرها يروح. أيوة لا، ده أجيال بتسلم بعض بالمفهوم الصحيح. أيوة بالتربية الصحيحة. أنت تطلع تلاقي صالح سليم يلاقي التيتش، والتيتش يلاقي جعفر والي، وبعدين إحنا نيجي نلاقي كابتن صالح وعبد العزيز الشافعي وكمال حافظ وآخرين مش عايز، والفريق وكله ماسك في ثوابت النادي في الخط ده. في الخط يجي كابتن صالح يلتزم، يجي كابتن حسن يلتزم ويضيف من عنده بس في سياق الإطار العام، يجي كابتن الخطيب يلتزم. عشان كده عندما لا يحدث الالتزام كلنا بنتخض وبنتكلم وبنسمح ان يستمر عدم الالتزام بالقيم والثوابت والتاريخ. والذي لا يعترف ان النادي الاهلي له قيمه الخاصه وتقاليده الخاصه ما ينفعش يبقى اهلاوي. ويبقى الاهلي باللقطه اللي انتم شايفينها ديت، ده وضع الاهلي حاليا، اللي هو يجي مجلس الاداره الحالي يجدد ويطور ويعمل كل الاسوار ويعمل هذا الشكل الجميل لهذا التراث الكبير. لا ويكمل ويكمل ولا يتباهى. وما يقولش للناس ان انا مش عارف عملت ما لم يفعله الاخرين. انا بكمل في سكه، وطبيعي ان انا طموحاتي علشان الناس تقارني بالاخرين اعمل اكتر منهم. واسيب طريق ممهد للي يجي بعدي يعمل اكتر مني. واذا لم يتطور الاهلي ويتطور طموحه، دي الكاميرا بتاعتنا دلوقتي رايحه على الاهلي. جايه من الاهلي. المخرج بقى هيودينا كتير، انت هتقعد بقى هنروح البوابه كتير. طيب وهو ودي فكره بقى اللي انا بقوله. ايوه انت بتستلم وبتطور. ايوه انت قاعد هنا على ضفاف النيل وخلفك الاهلي. طب يفكروا يجيبوا كاميرا عشان لو في حاجه في النادي الاهلي عايز ترصدها دلوقتي، ليك واحد صاحبك مستنيك تطمن انه قاعد مستنيك. فيعني طيب الدكتور زي ما قلنا من هذه الزاوية، الدكتور عادل علي عمر الأستاذ بجامعة زمار اليمنية، زي ما رصد ليه الأهلي مختلف، قالك جماهيرية تفوق أي نادي في أي مكان خارج حدود وطنه. رقم اتنين وزي ما المهندس عادل فسرها، تاريخ فيه من تراكم المواقف والدروس والتجارب اللي تحولت إلى دستور بينظم حركة النادي ويستشرف مستقبله ويلزم أبنائه في كل الأجيال وفي كل العصور إن هم يشتغلوا زي الأجداد ما اشتغلت. زائد ثالث محور بقى البطولات. البطولات إنك أنت تسبق أندية العالم في عدد بطولاتك فوق 140 بطولة. ده في كرة القدم. محلية وإقليمية لكن عندك بطولات. السنة دي احنا رصدنا 455 بطولة رياضية في سنة واحدة. إذن حجم إسهامك في الحياة الرياضية المصرية بالتوازي، انت بتصرف على النشاط الرياضي قرابة 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه طبعا. امال النجاح ده عشان تطلع كل الابطال اللي في كل الالعاب. اعطيني ملعبا اعطيك بطلا، عشان تعطيني ملعبا وتعطيني مدربا لازم تصرف وتجيب لي افضل الظروف وتنتقي افضل العناصر وتعيشهم في احسن مناخ. فالاهلي كل سنة الاضافات دي طبعا لازم الناس اللي ما شوفش من الغربال هنا يبقى ايه. لا طيب الدكتور عادل شاف من الغربال واختتم هذه المقالة المهمة جدا برؤية هقولها لكم علشان هنقش المهندس عادل فيها. بيقول ومن خلال تلك النقاط والشواهد والأرقام التاريخية وبعين انصاف المنافس قبل المحب ومبدأ الروح الرياضية لجماهير الخصوم قبل جماهير النسر الأهلاوي وبالضمير الحاضر وليس الغائب وباستحضار العقل والقبول بالمنطق ومصارحة النفس وعدم الهروب للأمام عبر مسالك التبرير والتشكيك والتخفي بارتداء عباءة المظلومية،
هل ما زال هناك رياضي أو إنسان على وجه الأرض لا يعلم لماذا الشمس تشرق ولماذا القمر يطل ولماذا الأهلي الأول؟ طيب بلاغة بقى بيختمها بحتة بلاغة وفي ناس يعني بيشوفوا ان دي يعني في نوع من الزهو الجامد، وهو كل انسان من حقه يزهو شيء جميل. لكن مؤكد ان النادي الاهلي فيه الصفات دي. هي مش صفات تختلق. ما زي لما كنت بقول لك الاهلي ما يحبش ياخد حاجه مش من حقه. ايوه. ها؟ ما تكلمنيش بقى على ماتش وضربه جزاء ومش عارف ايه في 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 سياق غير مؤثر يعني. ايوه. لكن كلمني على على العموم، النسخ ما اروحش اتخانق خناقه على حاجه ممكن بالعكس النادي الاهلي كثير ما تنازل عن بعض الحق امام اخرين عشان ما يعملش مشاكل كبيره. زائد بقى كل ده بيحطنا في ايه بقى استاذ ابراهيم؟ الالتصاق مع اهداف الدوله. ايوه الالتصاق باهداف الدوله. ايوه ان انت بتعمل كل ده عشان تعمل حاجه تشرف بلدك وبلدك تشعر ان انت الابن البار. انت مش بتاخدها عشان تتعالى، انت مش بتعمل كده عشان تقول انا بره السرب ومحدش يجي ناحيتي. لا، انا بكل تواضع انا ترس من تروس الدوله، اخضع لمعاييرها واخضع لرقابتها واخضع لالتزامها. انا جزء من كل لالتزامها الدولي والاقليمي. طبعا انا اهدافها العامه انا اريد ان احسن تمثيلها وان تفخر بها هذه الدوله. ايوه انا في سياق أهداف هذه الدولة. هو ده الأهلي، هو ده في الأهلي.